أجرى فريق برشلونة الثلاثاء مظنه الأخير في عام 2019 استعدادا لاستئناف مشوار الليجا عقب فترة التوقف الأخيرة بسبب الاحتفال بأعياد الميلاد حيث سيحل ضيفا السبت المقبل على جاري اللدود إسبانيول في ديربي كاتالونيا وأشرف إرنستو فالفيردي المدير الفني للبرصة على التدريب الذي شارك فيه جميع لاعبي الفريق الأول المتاحين بالإضافة للاعبي الفريق الرديف إنياكي بينيا ورونالدو أراوخو وأوسكار مينيجيز وأليكس كويادو وريكي بويج وكارلس بيريز وأنسو فاتي كما شارك مدافع جرانا الشاب السنغالي موساواجيه في الميران بعد غيابه عن اخر تدريبين بسبب مشكله في عينيه. وتصدر برشلونه ترتيب الليجا برصيد 39 نقطه بفارق نقطتين امام غريمه التقليدي ريال مدريد. كما ان البرسا يستعد للمشاركه في بطوله كاس السوبر الاسبانيه على الاراضي السعوديه لاول مره التي تقام للمره الاولى في تاريخها بمشاركه اربعه فرق بنظام خروج المغلوب من نصف النهائي. وسيرضب بطل الليجا موعدا في نصف النهائي مع اتليتكو مدريد يوم التاسع من يناير المقبل على ملعب مدينه الملك عبدالله الرياضيه في جده بينما سيلتقي ريال مدريد مع فالنسيا بطل كاس الملك على نفس الملعب قبل ذلك بيوم